مثلا لو رحنا لأسئلة الفيسبوك، أستاذ علام بيقول: بما أنك راجل دبلوماسي من الدرجة الأولى، كيف ترى علاقة مصر الخارجية مع دول الخليج وإيران؟ هو بيتكلم عن وزارات الخارجية بشكل عام، حضرتك جاوبت، إنما إيران ودول الخليج دي جزئية مهمة. عصام عبد الكريم بيقول: هل يستحق مبارك السجن؟ وإن كانت الإجابة بنعم، ما رأيك إذا طلع حكم بالبراءة؟ سامح محمود: ما هو الذي حققته المعارضة في عهد مرسي يحسب لها في مصلحة الوطن؟ هل المعارضة ضعيفة مثل الرئاسة أم ماذا؟ وليد: ما رأيك في عمليات الترقيع الوزاري مع استمرار قنديل؟ يمكن ده حضرتك جاوبته في الجزء اللي فات. سيد عمرو موسى: هل أنت على استعداد أن تكون رئيس للحكومة إذا أسندت إليك؟ ولو رفضت، ما هي أسباب الرفض؟ أستاذ محمد بيقول، ترجمة سؤاله: هل تخطط لخوض انتخابات رئاسية مجددا؟ وبعد كده ندخل في أسئلة تويتر. كويس أوي.